السلام عليكم اليوم عندنا رجل مجتهد يجتهد ليل نهار في اعاده احياء تراث اليهود والنصارى في هذه الامه، من هو؟ رجل مستهتر سفيه صاحب حركات لا تليق برجل العلم كما ترون امامكم لا اتكلم عليه بدون دليل وهو وليد بن الصلاح جود جود يا قمر الدي. عفوا الدين عفوا سيف الدين عفوا تاج الدين عفوا نور الدين <applause> عفوا شمس الدين تفضل <applause> جود ابن شمس الدابه التي <applause> تقرا ولا تفهم الذي سترونه الذي سترونه في هذه المحاضره ام ام لا لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله المبتدعه ايها الزنادقه اما كفاكم اكاذيب اما اكفاكم هذه الخزعبلات رايت له فيديو يقول انني دلست على الشافعي ما هو التدليس لنظر الى النص يقول انني قلت عن الشافعي انه قال رايت من الولاه من يهدم ما بني فيها يعني على القبور ما يبنى على القبور ولم ارى الفقهاء يعيبون عليهم ذلك هذا الكلام للشافعي نقله ايضا النووي في كتاب المجموع المجلد الخامس صفحه 298 قال انت دلست يا دمشقيه ليه؟ قال اكمل كلام الشافعي طيب طيب ما هو كلام الشافعي؟ وَإِنْ كَانَ الْقَبْرُ فِي مُلْكِهِ جَازَ بِنَاءٍ مَا شَاءَ مَعَ الْكَرَاهَةِ ممتاز جداً أولاً لا ننسى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما هي هذه السنة ما نقله علي عنه عليه الصلاة والسلام حينما قال لشرطيه لياج الأسد ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع قبرا مشرفا يعني عاليا إلا سويته ولا صورة إلا ضمستها إذا لا تدع لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته يعني سويته بالأرض إلا مقدار شبر بما ينبه على أن هناك قبر حتى لا يدوس عليه هذه سنة من؟ هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البناء فهو سنة اليهود والنصارى وإن شئتم وكلاء اليهود والنصارى في هذه الأمة الرافضة، لو نظرتم إلى مقبرة كربلاء تجدون وكأنها ناطحات سحاب مشيدة. وكأن القبور ناطحات سحاب مشيدة. والله أنا مرة رأيتها ظننت أن هذه أبنية 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 للسكن. وإذا بها بناء مشيد على القبر، إذا هذه سنة نبينا أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، وتلك سنة اليهود والنصارى والرافضة. طيب إذا ما معنى قول الشافعي ولم أرى الفقهاء يعيبون عليهم ذلك وإن كان القبر في ملكه جاز بناء ما شاء مع الكراهة. ويمكن حمل كلام الشافعي على ان القبر اذا كان في مكان خاص امنت فتنته على الناس هذا كلام الشافعي امام اعينكم واكره ان يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافه الفتنه عليه وعلى الناس من بعده يعجبني هنا قول عدو ابن تيمية هو عدو لابن تيمية لكن مع ذلك يعجبني قوله هذا هذا مش كل قوله لا ماذا قال قال ابن حجر الهيتمي عدو ابن تيمية في كتابه الزواجر المجلد الأول صفحة 384 الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون يعني 93 94 95 96 97 98 اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثانا والطواف بها قد يقول قال لم يقل هذا الشرك طول بالك دعيك الكلام ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن الأمم قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا وإني أنهاكم عن ذلك ثم لعن عليه الصلاة والسلام من يتخذون القبور مساجد ثم قال لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر ما معنى ذلك؟ معنى ذلك مثلا المسجد المنسوب إلى الحسين في القاهرة حرام أن تصلي فيه ولو حتى تحية المسجد إذا دخلت المسجد لا تصلي فيه تحية المسجد حرام هل قال ذلك ابن حجر الهيثمي لننظر قال ابن حجر الهيثمي والصلاة عندها من أسباب الشرك أين الذين يقولون الطواف حول القبر ليس شركان لك يقول الطواف والصلاه صلاه صلاه معن الصلاه لله من اسباب الشرك هل سوف تقولون ابن حجر الهيتمي وهذه ليس هذا فقط تذكرون قول الشافعي وان بنى جاز مع الكراهه اولا يعني جاز ما عند القبر لان القبر الان داخل ملكه وإنما يبني ما هو حد ملكه الحد أن تضع حائطا هذا حد جاز مع الكراهة طيب ما معنى الكراهة هنا؟ الذي يريد أن يقوله لنا هذا السفيه أن الكراهة يعني عدم التحريم فضل يرد عليك ابن حجر الهيتمي ويقول والقول بالكراهة محمول على غير ذلك على غير الإباحة ليه؟ قال اذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله وتجب المبادره لهدمها وهدم القباب التي على القبور اذ هي اضر من مسجد الضرار قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله أوف يعني هذا المسجد الذي يبنى عليه الآن أضر من مسجد الضرار من الذي قال ذلك ليس في الدرر السنية يا وليد بن الصلاح وإنما في درر ابن حجر الهيتمي عدو ابن تيمية الله أكبر كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر المجلد الأول صفحة 386 وقد حكى تاج الدين الفاكهاني أن أحد العلماء دخل مسجدا من هذه المساجد فجلس ولم يصلي تحية المسجد فسئل عن ذلك فقال هذا ليس مسجدا لأنه بني على قبر فأبى أن يصلي تحية المسجد فيه سبحان الله وتاج الدين الفاكهاني رجل من العلماء الأبرار المعتبرين عند الحافظ ابن حجر العسقلاني دائما كان يستدل بأقواله نعود إلى وليد ابن الصلاح يا وليد ماذا لو دلست أنا وقطعت الكلام الذي أصلا لا يوافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن حملت الكراهية على عدم التحريم ألا يكفيك أنك أنت المدلس كيف أنت تجاهلت أنت تريد تجويز البناء على القبور يا مدلس كاتما خافيا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لا تدع عنا قبرا مشرفا إلا سو يعني هدمته سويته بالأرض أفما لك أسوة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الآن الشافعي هو الحج عندك الآن الله أكبر يأتيك عمر بن الخطاب رأى قوما يظلون قريبا لهم ربما والدهم يضعون عليه فسطاطا او فسطاطا يجوز لكليهما مثل الخيمه الطويله الكبيره وضعوا فسطاطا على قبر قريبهم فقال لهم عمر منكرا ما فعلوه دعوه يظله عمله الله اكبر والله ما رايت اجمل من هذه العباره العمريه الوهبيه عندكم دعوه يظله عمله تريدون ان تقوه حر الشمس الان النظام يختلف في القبر العمل هو الذي يبرد العمل الصالح هو الذي يبرد والعمل الطالح هو الذي يحمي جلدته كما في رواية عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب الدين والآن يأتيك كلام الشافعي الذي أنت دلسته أيضا انظر ماذا قال الشافعي وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس أه؟ لا يمكن ان يعتمد معنى الكراهيه ان يحمل على عدم التحريم وقد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعل ذلك فقال لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصلحائهم مساجد والان الى الصفعه الثالثه نفس كلام الشافعي قاله الإمام أحمد فقد روى الحنابلة عن الإمام أحمد كما في كشاف القناع المجلد الثاني صفحة 139 أنه كان ينهى عن البناء على القبور ويقول رأيت الأئمة يأمرون بهدم ما يبنى شو وليد بن الصلاح رأيت الأئمة يأمرون بهدم ما يبنى يعني على القبور وأختم لك بكلام النووي وهو إمامكم إمام الأشاعرة قال قال الفقهاء المتبحرون الخرسانيون المستحب في زيارة القبر أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه لماذا يا نووي قال فان ذلك من عاده النصارى اعلم انك انت يا وليد تتدرج باعاده عادات اليهود والنصارى الى امه الاسلام ايها الزائغ الضال والله ما رايت افحش منك واكثر اعتزازا وافتخارا بضلاله وشركه وتجهمه مثلك مع سفاهتك وحركاتك الصبيانيه التي يراها الناس الان الله اكبر شوف كيف الحق شوف ماذا يقول رب العالمين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق نكمل كلام النووي ولا يقبله ولا يمسه فان ذلك من عاده النصارى قال وما ذكروه صحيح لانه قد صح النهي عن تعظيم القبور شوف النهي فهذا يقرن بقول الشافعي واكره والكراهيه عند الاحناف معروفه بانها محموله على التحريم وهذا من باب قول الله عز وجل ما تكلم عنه قتل الأولاد أكل مال اليتامى قتل النفس التي حرم الله الشرك قال بعد ذلك كل أولئك كان سيئه عند ربك مكروها فهو المحرم الذي يكرهه الله يبغضه الله مش معناته ليس حراما وإلا صار قتل النفس بغير حق مكروه يعني غير محرم الشرك غير محرم، مكروه لكن غير محرم. ألزمتك. ما عندك جواب، خلينا نكمل. قال وما ذكروه صحيح لأنه قد صح النهي عن تعظيم القبور ولأنه إذا لم يستحب استلام الركنين الشاميين من أركان الكعبة لكونه لم يسان، وهذا فيه رد على من يقولون: الترك ليس دليلا على التحريم. النبي ترك مس الركنين الشاميين للكعبه وما قال لا يجوز ان تفعلوا فماذا تقولون الان؟ قال ولانه اذا لم يستحب استلام الركنين الشاميين من اركان الكعبه لكونه لم يسن مع استحباب استلام الركنين الاخرين اللي هو اليماني والحجر الاسود. فلأن لا يستحب مس القبور أولى والله أعلم. المجموع شرح المهذب صفحة 311. هذه هي عقيدة التوحيد. هذه هي عقيدة أهل السنة. أما غير ذلك مما تأتي به فزائغ وباطل. والمشاهد هو الذي يحكم. لكن لا تنسى أيها المشاهد انك سوف تحاكم يوم القيامه بما تحكم عليه عند رب العالمين في المحكمه العليا التي كل محاكم الارض دنيا بمقابلها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته